أما هلا فرح اللي حروح لمحطتنا الأخيرة، بنعرف إنه بشكل عام الإنسان دائما بيسعى إنه يكون هو بحالة جيدة، بحالة من التوازن النفسي والعقلي لحتى يقدر ينتج بعمله. ودائما بنقول إذا الشخص ما عم ينتج بعمله بيكون عنده مشاكل إما صحية أو نفسية، فبيسعى دائما لتطوير ذاته لحتى يقدر يثبت نفسه. لهيك رح نحكي أكثر بهذا الموضوع مع ضيفنا لليوم المهندس محمد لبابيدي، وهو اختصاصي بعلم الموارد البشرية. يسعد أوقات أهلا وسهلا. صباح الخير سلمى، صباح الخير فرح، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم. طبعا صباح الخير لكل مشاهدين. أهلا وسهلا فيك أستاذ. اليوم لما بنحكي عن التوازن النفسي بمفهومه الكبير وبالظروف الصعبة، خلينا نشرحه بشكل دقيق. ودي نسبة يمكن الأشخاص إذا بدنا نكون واقعين اليوم اللي عندهم فعلا توازن نفسي؟ طبعا التوازن هو أنه يعطي الإنسان لكل ذي حق حقه، يعني ما يكون هو رهن لجانب من الحياة. نعم. يعني كثير إحنا في عنا مثلا مشاكل، أنا بتجيني على المركز الاستشاري بتلاقي ناس مثلا مركزة على جانب معين على حساب الجوانب الأخرى. فممكن بتشوف في إنسان ناجح بمجال العمل مثلا، يعني هو مثلا مركز على مجال العمل ولكن مهمل بباقي المجالات، يعني واصل لحد الغرق بمجال العمل. فبتلاقي اجتماعيا صفر، أسريا صفر، ربما صحيا صفر، ربما غذائيا صفر. لذلك نحن دائما بنقول الإنسان الناجح هو الإنسان المتوازن. طبعا المتوازن بكل جوانب الحياة بيدل على توازن نفسي داخلي، ما بيكون رهن لجانب على حساب آخر، لأنه إذا الإنسان سلم حاله لجانب معين أصبح أسير هذا الجانب، أي مشكلة بهذا الجانب ممكن تعطل عليه حياته بشكل كامل. طيب أستاذ محمد، خلينا نحكي عن معوقات التوازن النفسي اللي هي ممكن تؤدي لهي الحالة. هلأ طبعا كل إنسان فيه بيحب نمط من الحياة، بيحب شيء من الحياة. يعني في ناس مثلا بتحب المادة، في ناس بتحب المال، في ناس بتحب مثلا الأسرة والبيت، في ناس بتحب الشغل، في ناس بتحب الدراسة والعلم. هلأ وقت الإنسان بيحب شيء بيلجأ له وبيعطيه كل وقته وبيعطيه كل اهتمامه، فبيصل لمرحلة الغرق بهذا الجانب. فبتلاقي باقي الجوانب صار بقى في عندها تشتكي منه. فنحن بصراحة نحن نقول دائما إذا حبيت حب بمقدار وإذا كرهت كره بمقدار. فحلو الإنسان يحب عمله ولكن كمان يعطي جوانب الأخرى جزء من الحب. حلو الإنسان يحب الجو الأسري ولكن كمان يعطي مثلا الأصدقاء الـ 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 العمل الـ العلم تماما جوانب من الحب. فنحن دائما بدنا نكون موزعين هالقلب هذا يعني على كافة المجالات الضرورية في هذه الحياة حتى نكون متوازنين. يعني أعطيك مثال مثلا، هلا بتشوفي فرضا بيكاسو، بيكاسو كان وصل لحد الغرق بحبه للفن والرسم. فيعني وقت بنروح يكرموه يعطوه الجائزة، جائزة التكريمية الشهادة، اجى بكندرة لون والفرد الثاني لون آخر، لأنه درجة الغرق لحبه بالفن نسيته وضع مثلا هندامه وثيابه وإلى آخره. فالغرق بجانب عم يأثر على باقي الجوانب. أينشتاين مثلا إذا بتشوفوه هلا، يعني بتشوفوا شعره بتشوفوا كسمه بتشوفوا كذا، بتشوفوا عقله كله بالفيزياء. فكان في عنده كتير أمور صعبة بباقي الجوانب لأنه ما كان عنده التوازن اللي احنا الآن عم نحكي عليه واللي هو ضرورة من ضرورات الحياة. أستاذ إذا بدنا نحكي اليوم عن ظروف الحياة اللي بتتطلب الغرق بشكل كتير كبير بميدان العمل لحتى يمكن رب الأسرة يقدر يأمن متطلبات الحياة الأساسية، إذا ما بدنا نحكي عن الكماليات فقط متطلبات الحياة الأساسية، شخص مثل رب أسرة مسؤول ممكن عن 3 أطفال، عن 4 أطفال، عن 5 أشخاص ما بنعرف قدي، فهو مطلوب منه الغرق بالعمل لحتى يأمن الحياة الكريمة لهدول الأشخاص. هون هيك شخص مسؤول بهذا القدر الكتير كبير، كيف ممكن يحقق توازن نفسي اللي هو بيكون من داخله ما مرتاح؟ تماما طبعا فرح، نحن الآن لا شك لنا عايشين وضع صعب، عايشين وضع مرير، يعني ما بنحسن نجمل نحن الواقع المرير المعيشي. طبعا نحن كلياتنا بدنا مضطرين مطالبين بالعمل ومطالبين بالشغل ومطالبين بتحقيق موارد ماديه، لكن احنا بننتبه لشغله، يعني نحن ممكن انه نعيش فتره
عم نشتغل زيادة عن طاقتنا لنحصل مصاري، بعدين بنقع بمشكلة إنه مصير ما نصرف مصاري على صحتنا اللي خسرناها نتيجة الإرهاق والإنهاك. لذلك نحن لابد إنه مثلا ننظم الوقت. أنا ما عم أقول إنه مثلا ممكن الإنسان يخفف عمل، لا، نحن عم ندعي للعمل وندعي لعمل إضافي وندعي الإنسان يعطي طبعا، لكن نحن في عندك شيء التنظيم. يعني أنا مثلا ممكن يكون عندي عمل صباحي، لابد إنه يكون في فترة راحة. يعني حتى باليابان الآن وتساوي إنه الدوام دوامين، قيلولي أثناء العمل، تماما قيلولي أثناء العمل صاروا يعطون، لابد هذه الراحة إنه تتواجد. لابد مثلا في عنا أيام العطل، يعني أيام العطل مثلا يوم الجمعة الأعياد، لابد مثلا يطلع لي، ولو طلعت على جنينة يعني نفس أكلاتي مثلا ممكن أخذهم، ممكن إني حتى أرتاح بالبيت مع الجو الأسرة. لابد إني يكون منظم، لأنه الغرق في مجال العمل الزائد ممكن إنه يسبب لي أمراض صحية وأمراض نفسية، صير اللي حصلته أنا ما عاد يكفيني حقلي ورشيتات. لذا وبدي أقول أنا كمان إنه الإنسان عليه إنه يعمل، يشتغل، خاصة يحب العمل اللي عم يعمله، ولكن لابد إنه يعرف إنه الرزق بإيد رب العالمين هو مقسوم. لذلك ما بده يعني إرهاق زائد إنه الإنسان ممكن تأثر صحيا أو حتى تأثر أسريا. يعني أنا بيجوني ناس على المركز الاستشاري بتقول لك أنا زوجي ما عم شوفه، بيغيب بالثلاث أيام وأربعة أيام، والله بيقول لي مثلا والله أنا بالشغل ما بشوف أولادي، مثلا صلي جمعة ما شفتهم. طيب أنت لمين عم تشتغل؟ يعني مو مشان تستمتع فيهم؟ فحقق التوازن. يعني ما بدنا مال كتير مع علاقات مقطوعة، ممكن يكون مال وسط مع علاقات جيدة بيكملوا بعضهم البعض، لأن الأسرة مو بحاجة مال بس، بحاجة وجود الرجل كمان، وبحاجة كلام الرجل وعاطفة الرجل واهتمامه. ولهيك أستاذ محمد دائما بعلم الموارد البشرية أكثر شيء بنشوفه بيتجهوا له بالكورسات اللي هو تنظيم الوقت، تنظيم الحياة، كيف الشخص يقسم حتى أهداف اللي عنده، الأمور اللي عنده، حتى ما يصير في عنده إلا التوازن مثل ما حكينا. خلينا نحكي ولو هيك بشيء مبسط، الأدوات اللي أنا بقدر أعمل فيها تنظيم أو توازن بحياتي. يعني أهم شيء الخطة. يعني نحن لازم يكون كل إنسان له خطة، يعني خطة على مستوى العام، على مستوى الشهر. يعني مثلا أنت شو عندك هذا العام؟ مثلا في ناس تعملها برأس السنة، في ناس تعملها مثلا بالأعياد، في ناس تعملها برمضان، من رمضان لرمضان أسبوع مثلا، تمام، أو حتى مثلا بالأسبوع. أنا شو عندي؟ يعني إذا كترت مشاغلك وزعها على أيامك. يعني احنا مشكلتنا بصراحة يلي ما عنده تنظيم للوقت بيسموه مثل ام العروس، فاضية مليانة. يعني بتلاقيها مشغولة مشغولة، ولكن ما بتلاقي انتاج، ما بتلاقي انجاز. وفي كتير ناس الان بتلاقيه عم يشتغل ويركض وكذا، بس ما في انجاز، ما في انتاج. لذلك نحن موضوع اثرتيه حضرتك تنظيم الوقت هذا ضروري. يعني انا قبل بنهار مثلا عن بكرة بكتب على جوالي، على مفكرتي، انا شو عندي؟ والله عندي كذا من الساعة كذا للساعة كذا، عندي كذا، عندي كذا، بعدين بدي والله أتغدى الساعة كذا، أعمل الساعة كذا. دائما أمشي بنظام، حتى وإن ما طبقته 100% لكن بتم مضبوط. لاحظت كيف بتم؟ أنت مرتاح، لأنه كل إنجاز عم تحققه وتحسفه بتعطيك دافع للإنجاز الآخر. لكن أنت بصراحة وقت ما بيكون في هذا التنظيم، حتى ولو اشتغلت بتم تركيزك على الشيء ناقصك يلي بقيان، فبتحس بإرهاق نفسي. يعني مثل ما بنقول واحد مثلا عنده 100 شغلة، تمام، ومو عارفة من بده يبدأ، بيرهق نفسيا وبينتهى النهار وما بيساوي ولا شغلة. فتنظيم الوقت، وضع خطة العمل، أساس يعني الحياة الناجحة المتوازنة. بعض الأشخاص أستاذ محمد عندهم وعي أنه نحن فاقدين للتوازن النفسي، لكن الوعي بهي المشكلة هو أول طريق الحل. خلينا نقول شو بتنصحهم بخطوات أولية لحتى يوصلوا لمرحلة التوازن النفسي؟ مثل ما قلنا يمكن رغم كل هي الضغوط اللي كلياتنا عم نمرق فيها، لكن التوازن النفسي مطلوب. هلأ طبعا نحن بنقول أنه بالحياة دائما في ظروف صعبة. يعني اللي قبلنا كانوا أجدادنا كانوا يعانوا ظروف صعبة. بشوف بالمسلسلات أنا مثلا وقت كان يعني شو بدنا نقول الفستان كله بمثليك ومثليكين كانوا يعانوا من الغلا. يعني هذه مشاكل دائما متجددة، مشاكل مجتمعات. فأنت بصراحة لا تكون كتير تركز عليها وتلغي جوانب أخرى بالحياة جميلة. يعني طبعا هاي الأزمات أنت إذا كنت رهين إلها حتضعف نفسيا وحتتأثر باقي الجوانب. يعني بيكون مثلا الواحد عنده مشكلة مادية بيكون رهن إلها وبيعظمها وبيكبرها، بعدين بفوت مشكلة نفسية بيقول لك يا محلى وقت كنت بالمادة
او بيفوت بمشكله صحيه بيقول لك يا محلى وقت كنت بالماده، المهم هلا مثلا صحتي، مهم نفسيتي، مهم كذا. عم نشوف حالات طلاق كثيره كمان، تماما عدم التوازن النفسي، الشخص ما عاد قادر يسيطر على اعصابه، ما عاد قادر يكون جيد مع عائلته، مع الوسط المحيط فيه، تماما. حتى حالات طلاق عم بتصير. احنا دائما بنقول امام الازمات يعني لازم الاسره تكون متعاطفه مع بعضها، متماسكه، يعني تكون كلياتها كتله واحده في وجه الازمه، ما يكونوا على بعضهم. يعني ما تكون الزوجة على الزوج والله وتحاسبه على تقصيره، والزوج يعمل الزوجة هي المفشت فشت خلقه مثلا، مو هيك الحياة. يعني أنا لازم أتعاون أعيش واقع. يعني مثلا نحن ممكن كيف نزيد دخلنا؟ هلا أنا كثير مثلا عم بسعى من خلال مثلا المؤسسة اللي عندي إني شغل الناس الصبايا والنساء بالبيوت، في عمل مطلوب بقلب البيت، تمام، عم يشتغلوا يجيبوا دخل إضافي. مثلا الطلاب اللي مثلا هي عندها بالشتاء مثلا مدارس، بالصيفية أحسن ما مثلا يلعبوا ويقعدوا على هالواتس أب والوسائل التواصل الاجتماعي بالساعات، ممكن يتوجد عمل إلهم حتى مثلا عن طريق الإنترنت. يعني نستفيد من الأدوات هي بتحصيل مصادر دخل إضافية حتى تصب بوتقة مثل ما بنقول خزينة الأسرة. فنحن دائما نستثمر الوقت، نستثمر المواهب، نستثمر أعدادنا ووجودنا. إمتى بنستثمرهم هدول؟ وقت ما نكون كلياتنا بوجه الأزمة مثلا المعيشية، ما نكون مع الأزمة على بعضنا البعض. تماما صحيح. طيب كمان أستاذ محمد، يعني كثير ناس بتسأل هذا السؤال، إنه أنا بسمع هذا الحكي بس ما عم بعرف طبعه، حاولت نجحت مرة وفشلت مرات عديدة وخلص ماشي الأمور على الله مثل ما بخلص اللي بده يصير. أهم شيء يقدر نحكي شوي كمان تفاصيل طبعاً لبعض الأشخاص. أستاذة سلمى، الاستمرارية نتيجة إنجازات. يعني أنا شو اللي بخليني استمر؟ الإنجازات اللي حققتها. لذلك أنا دائما بسعى أنه كل إنسان عم يسمعنا الآن هلا عم يشاهدنا يكتب إنجازاته. أنت ربما مشكلتك مثلا على الصعيد المادي، بس أنت في عندك إنجازات أخرى، في عندك إنجازات على الصعيد العلمي، إنجازات على الصعيد الصحي، والله جوزت مثلا أولادك، جوزت بناتك، والله فتحت مثلا ساعدت حدا، عملت شغلة، ساويت، علاقاتك الاجتماعية جيدة. يعني في عندك إنجاز. طبعا طبعا، لأنه المشكلة أنه العقل إذا ركز على جانب نقص بيعممه. يعني مثلا والله مثلا صار خطأ معين أو فشل معين بمجال معين، بتلاقي وبتركزي أنت عليه بتلاقي بيفتح لك ملفات الفشل كلها من وقت ما كنت طفلة. لاحظتي كيف بيغطي بقى الإنجازات؟ بتصيري بحالة أحباط، بيوقف الاستمرارية. لذلك نحن لابد أنه نذكر إنجازاتنا. وهلأ مثل ما قلنا يعني نكتبها كتابة. يعني أنا مثلا عندك صفحة على الواتس أب، عندك مثلا مذكرة، اكتبها إنجازاتك، شو عملت، شو قدمت، شو حققت، شو المشكلة اللي كنت مثلا عم تعاني منها وتجاوزتها. يعني ومثل ما جاوزت المشاكل، كل واحد كان عندنا يعني كل واحد مرق بمشاكل ومعضلات ومرقت ويمكن نسيها حتى، ويمكن إذا تذكرها بيضحك هلأ. وكمان المشكلة اللي احنا عم نعاني فيها حتمر. أنا دائما بقول سبحان الله، يعني ببرنامجي بقول كل مر سيمر، كل مر سيمر. ما في شيء بيتم على وضعه الراهن، وربما الشيء اللي انت شايفه مر حيكون بمرحلة ما هو السبب بالحلاوة اللي انت الآن تماما عم تدوقها. بدنا نشكرك كثير استاذ محمد، اول شيء على جرعه التفاؤل والدعم المعنوي اللي كلنا بحاجته اليوم. نتمنى فعلا كل الاشخاص، كل السوريين يكونوا عندهم نوع من التوازن النفسي، واكيد مثل ما قلنا كل هاي الظروف الصعبه ان شاء الله بتمرق وبتصير بس ذكرى. شكرا لك. شكرا فرح، شكرا سلمى، شكرا لكادر هذا البرنامج، والشكر الاكبر طبعا لكل مين تابعنا. وان شاء الله دائما لنا لقاءات الفرح إن شاء قادمه ان شاء شكراً الله. شكرا لك استاذ محمد.